الركن الخاص بجمعية أصدقاء البيئة، مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، افتتحت عام 1437 هجري. تم تدشين المصنع المثالي بقيادة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في أعمال للأطفال اللي هي نوعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة، هو أن بيئتنا مسؤوليتنا، فيشاركون الأطفال في إعادة التدوير. في هنا من أعمال الأطفال، في أيضا هنا هذه النبتة، وأيضا الاستخدام أغطية المياه، وهنا أيضا الأطفال يشاركون برسومات متعلقة عن البيئة. وراح يكون إن شاء الله قريب في أبليكيشن يكون بكل جوال، يسوي الواحد فيه اشتراك وتسجيل، بحيث إنه يصير كل ما صار عنده بلاستيك أو كرتون يروح يحط الباسورد والاشتراك حقه في هذه الآلة بالجوال. طبعا يطلع له أقرب آلة عنده، وأول ما يطلع له الآلة مكانها يروح يدخلها، كل ما دخل فيها كرتون أو بلاستيك يروح يعطيه نقاط، النقاط هذه كل ما زادت كل ما صار عنده كوبونات خصم للمولات الكافيهات للأسواق، وكل ما صار يشترك فيها زيادة ويحط فيها زيادة في الماكينة أكيد بتطلع لها فيها بنقاط أكثر.